ورجعنا لكم بعد الفاصل، والنهارده هيكون معانا في فقره عين. بيسعدنا ان يكون معانا مصور صحفي موهوب جدا ومتميز، واصيب ايضا في ميدان التحرير، وده طبعا في سبيل مصر وفي سبيل نقل الصوره الصادقه والحقيقيه لمرحله هامه جدا في تاريخ مصر. وكمان فاز بالعديد من الجوائز، منها الجائزه الثالثه مصر 2008 من شعبه المصورين الصحفيين بفرع الفنون، والجائزه الاولى من مسابقه الساقيه للتصوير الفوتوغرافي 2010 بفرع اللقطة الفنية الحرة. معانا النهاردة المصور الصحفي مجدي إبراهيم، نائب رئيس قسم التصوير بجريدة الشروق. نهارك سعيد. نهارك سعيد، أهلا وسهلا. أهلا بيك. عايزين نعرف بقى الأول، من إمتى بدأت التصوير الصحفي؟ بدأت التصوير الصحفي من 97 95 بدأت في جريدة الأحرار، كان جريدة يومية، وبعديها بسنة ونص أسسنا جريدة جديدة، كان الأسبوع ساعتها في 97، وكنت من ضمن الفريق اللي بدأوا التأسيس، واشتغلت فيها 11 سنة، وبعدين اتنقلت للشروق برضو لما بدأوا يأسسوها، والحمد لله كنت فيها من البداية لغاية دلوقتي. مهنة التصوير الصحفي مهنة شيقة وممتعة، أحيانا بيكون فيها مخاطر كتير، زي ما احنا عرفنا طبعا أنت اتصبت في ميدان التحرير، بتتعرض لمواقف صعبة كتير، عايزين نعرف ايه أهم المواقف الصعبة اللي تعرضت لها؟ والله هو فعلا زي ما حضرتك بتقولي، هي مهنة شاقة وممتعة وكمان خطيرة وفيها صعاب كتيرة يعني، لكن الحمد لله يعني هو عشان بنحبها وبنخلص لها فربنا دايما بيسترها معانا يعني. ف دايما في الأحداث الأخيرة اللي حصلت، ويمكن حتى من بداية الثورة، وفي زملاء كتير قوي لينا تعرضوا لإصابات كتيرة جدا يعني، هي دايما تعاملنا المصور ما بينفعش يبقى متداري أو مستخبي يعني، عشان يعمل لقطة عشان كويسة الصورة وعشان كويس ياخد بسرعة. صورة صحفية تهم الناس وتقرخ وتوضح لهم، للناس تقرخ للناس الحدث واللي المشهد حصل، الحقيقي عامل فده ازاي. بيتطلب من المصور ان هو يكون في قلب الحدث، فده بيعرضه شوية لمخاطر كتيرة يعني. وفي زملاء لينا طبعا أصيبوا في العين، زي أحمد سعداوي زميلنا في الجمهورية، وأحمد عبد الفتاح في المصري اليوم برضو إصابة في عينه، وللأسف يعني في عين ربنا عندهم اللهم فقدت. يشفي. فهي المهنة شاقة ومخاطرها كتير، لكن الحمد لله ربنا طبعا دي بيسترها أصعب يعني. أيام اللي انتوا طبعا يعني طبعا يعني الفترة دي أصعب مع أيام يعني تعرضتوا لها. كان قبل كده المخاطر كان شوية يعني طفيفة شوية يعني، عصاية، ضربة، ألم، شلوت، أي حاجات. حد مش عايزك تصوره؟ دي كانت حاجات حد خفيفة خد الفيلم بالنسبة قبل لنا. كده ما كانش كتير عايز. كتير كتير يعني، كاميرات تتكسر وأفلام تتاخد وكروت تتمسح وتتاخد يعني، ده كان وارد وكان شبه طبيعي بالنسبة لنا يعني. لكن الجديد بقى اللي هو فقد عين لا ورصاصة في لا رجل، ده صعب ان شوية، شاء الله يعني وربنا الايام دي يسترها تعدي عليا باذن وعلى الله زمايلي ان إن شاء شاء الله الله يا رب، إن شاء ربنا الله. يستر عليكم. كيفيه التعامل بقى مع المواقف يعني والاحداث المثيره للجدل، وهل الصوره ممكن تكون مع او ضد، ولا صوره ممكن تبقى حياديه؟ يعني عشان ابقى صادق مع حضرتك يعني، يعني هي ايه، اكيد الصوره بتبقى عايزه تقول حاجه يعني، هي اصل لا مع ولا ضد، دي هتبقى صوره باهته شويه ما لهاش انت مش يعني. تقدر تحددها لان انت بتاخد الصوره زي ما يعني زي ما هي موجوده. احيانا بيبقى ليا وجهه نظر كمان في الصوره يعني، انا اقدر الصوره اللي انا بصورها يعني بضيف عليها لمسات بتاعتي او اللي انا شايفها، اللي هي بتبقى وجهه نظر يعني، مش برضو هرجع تاني قصدي هنا ان انت لازم للمحايدة، تنقل الصوره زي ما هي، يعني مش انا مش هينفع هتدخل تلعب فيها فيها. بشكل بغير من ملامحها او ادخل عليها عنصر يفقدها الحقيقية بتاعتها، او ده ممنوع بالنسبة لي. لكن احيانا كمان وانا بصور، زي مثلا ما بيبقى الامن زي ما بقول لحضرتك بيتعامل مع متظاهرين بشكل عنيف، فانا اقدر اظهر ده في الصوره او اقدر اخفيه، فانا هنا مش هقول ابقى محايد واخفي ده، لا انا هيبقى عندي وجهه نظر، انا عايز ابين للناس الحقيقه دي، وهتعرض لشويه مخاطر بس هحاول اظهر ده يعني في الصوره. فهي لازم بيبقى المصور عنده وجهه نظر يعني في الصوره بتاعته. معظم التغطيات الصحفية للصحفيين يعني في العالم كله بيكون في حماية للصحفيين، في المرة دي يعني ليه ما فيش الحماية المطلوبة للمصورين الصحفيين؟ هو للأسف في حماية تقريبا في كل الدول إلا مصر يمكن. ما فيش يعني من زمان ما فيش حماية، مش الأيام دي بس. لا للأسف، هو دايما المصور الصحفي، احنا عندنا مبدأ دايما عام كده في حياتنا كلها، إنه يمكن لو منعت ما فيش حد هيضرني ويقول لي أنت منعت ليه، لكن لو سمحت ممكن حد يجي يقول لي أنت سمحت ليه. فالمبدأ ده بيخلي كتير قوي
حتى من الضباط زمان لما كنا بنتعامل معاهم، فهو يقول ايه، انا لو خليته يصور ممكن يعني الرتبه الاعلى الاعلى منه مني يجي يقول يقول لي انت، انت عملت كده لكن ليه. لو منع ما فيش حد هيقول له انت منعته ليه. صح، فدي ازمه، فبتخلي كل واحد يريح دماغه ويقول يمنع. ويمنع بقى خلاص ده نقل يعني الصوره يعني مش حتى في مهم. الانتخابات اللي المفترض عندي ليها تصريح من اللجنه العليا وان انا ادخل اصور في المدارس وفي اللجان، بلاقي ناس بيقولوا لا ممنوع. يا اخوانا ممنوع ليه؟ في طب معايا ليه تصريح، الناس انا عايزه في تعرف؟ تصريح طيب برقم قومي باسمي بصورتي بكل حاجه. لا ممنوع. مين اللي منع؟ يعني خدت امر المنع من مين؟ يقول لي ما هو ما جاليش امر بان انا اسمح. فالمبدا انه المنع ده دايما خلف باك جراوند كده عندنا في ان هو لسه ما الاسهل انتهيش، والاقرب والاحسن واللي يمنع عنه يريح دماغه المشاكل يعني. خلاص. فطبعا لا، يعني لازم يبقى في دايما حمايه، واللي بيمنع ده لازم يتجازى او يتعاقب، عشان اللي بيجي يمنع بعد كده لازم يبقى عامل حسابه انه ممكن يتحاسب طيب على ده يعني. هل التصوير الفوتوغرافي، التصوير الصحفي بيتطلب كفاءة او شروط معينة غير التصوير الفوتوغرافي العادي؟ معلش تاني، التصوير التصوير الصحفي الصحفي بيتطلب غير كفاءة التصوير او العادي؟ شروط تمام. تانية غير التصوير اللي هو الفوتوغرافي العادي؟ اكيد اكيد يعني. هو طبعا هو موهبة التصوير موهبة يعني، زي لعيب الكورة كده وزي لكن كمان الدراسة مهمة جدا جدا جدا، والموهبة من غير دراسة فبتخلي الواحد يعني سوري مش متمكن قوي من موهبته دي، او مش هيعرف ينميها بشكل كويس قوي. التصوير الصحفي تصوير سريع قوي، غير التصوير في الاستوديو ان انت يعني، او تظبط غير الناس. يعني كل حاجه براحتي وبهدوء، وبظبط الامبريلات بتاعتي او الاضاءه واللي هيتصور بقعد اظبطه براحتي. لا، التصوير الصحفي سريع جدا، ولازم يبقى عند المصور مثقف جدا، لانه لازم يبقى فاهم ايه اللي بيحصل حوالين منه، مين الشخصيات اللي قدامه، مين مين ممكن يجي المهم يسلم ان هو على مين، يتصور؟ مين ممكن يشوف مين فما يسلمش، يعني دي كلها حاجات لازم تبقى في خلفيه وايه اللي الناس الصحفي. عايزة تشوفه كمان؟ تمام. فهي مهنة التصوير الصحفي لازم المصور يبقى مثقف وفاهم وواعي وعنده سرعة بديهة في التعامل مع الحدث اللي قدام منه. طيب هل بتحضر المعرض كل فترة؟ يعني كل ما يبقى عندك مثلا مجموعة صور بتحضر المعرض، ولا المعرض بتاعك هو بتحضر له احنا ازاي؟ لسه خارجين من معرض من تقريبا اقل من اسبوع بالظبط، كنا عاملين معرض كبير ل 14 مصور ومصورة في قسم التصوير بتاع جريدة الشروق كله. كنا عاملين معرض اسمه الشعب خط احمر، ده كان عن وكان الثورة. عن الثوره. والحمد لله كان معرض لقى نجاح، الحمد لله كان بشكل كويس قوي. زي ما قلت لك احنا كنا 14 مصور، وده كان اول معرض على فكره بالنسبه لي. يمكن دخلت مسابقات كتير لكن معارض يعني ده كان اول معرض بالنسبه لي، وكان معرض مهم وتجربه كانت ناجحه جدا جدا، أرخنا يعني للثورة بشكل الحمد لله أعجبت الناس اللي اتفرجوا على المعرض بشكل كويس الحمد لله الحمد يعني. لله. اشتركت في الكثير من المسابقات وحصلت على حصلت على الكثير من الجوائز الحمد زي ما لله احنا قلنا. الحمد لله. عايزين نتكلم على المسابقات اللي انت اشتركت فيها. والله هو برضه يمكن أول مسابقة بالنسبة لي مسابقة رسمية يعني اشتركت فيها، كان من بداية إنشاء شعبة المصورين الصحفيين اللي احنا قلنا عليها اللي كانت في 2008. 2008. هي الشعبة أنشئت في 2007 واشتركت فيها أول سنة، بس ما كانش ليا نصيب إن أنا أفوز، وكان السنة اللي بعديها اشتركت فيها والحمد لله حصلت فيها على جايزة، ودي جايزة من الجوائز المفضلة جدا بالنسبة لي، لأنه زي ما قلت لحضرتك دي كان أول جايزة رسمية أو مسابقة رسمية أشترك فيها، وديت حصلت فيها على صورة كان جنازة يوسف شاهين وخالد يوسف وهو شكله متأثر يعني بأحداث الوفاة. الوفاة، وكان صورة يعني الحمد لله يعني كنت موفق في إن أنا أخدها وخدت فيها جايزة الحمد لله يعني. وبعد كده بقى توالت الجوائز، بس الاشتراكات كانت دي المسابقات أهم الجايزة، هي جائزة. عشان هي أول جايزة، وكان شعبة المصورين عملت حالة قوية جدا جدا، وأفادت المصورين بشكل كويس جدا جدا يعني، خلت المصورين يقدروا يعرفوا إيه الصور اللي يقدروا يختاروها من شغلهم عشان يدخلوا بيها مسابقات، والمعايير بتاع اختيار الصورة اللي بتفوز عاملة إزاي يعني. عملت حالة من التنشيط للمصورين بشكل عام في إن هم يقدروا يشوفوا صور جيدة ويعرفوا الفرق ما بين الصور اللي بتفوز ودي ما فازتش ليه. فده كان حاجة كويسة جدا يعني من الشعبة اللي أنا بقيت عضو فيها بعد كده،
اشتركت انتخابات وبقيت عضو من مكتب الشعبة ان شاء الله مزيد من الجوائز. طب احنا النهارده معانا مجموعه من الصور عايزين نعرضها على الساده المشاهدين ونتكلم عنها. تمام. هو انا هبدأ الاول مع حضرتك بالصور بتاعت احداث ثوره الغضب الثانيه. ايوه. واللي حصل فيها من احداث. طبعا هي الثوره الثانيه اللي كان فيها عنف شويه وكان فيها احداث صعبه شويه، ودي يمكن اللي انا كنت انصبت فيها، بس الحمد لله ربنا سترها. الحمد لله. الصوره دي من الصور اللي انا بحبها جدا، مع ان هي ما فيهاش اكشن ولا فيها، يعني بتعبر عن هقول ايه بالظبط؟ لحضرتك هو بدايه الاحداث كان يوم سبت اللي هو 19 نوفمبر، وبعد بدايه اول اشتباكات حصلت ما بين الامن والمتظاهرين، الامن حاول يفض المظاهره يعني، وبعد ما فضوها المتظاهرين حاولوا يوقفوا الطريق شويه، فنزل الراجل العجوز الجميل دوت باللبس البيت بتاعه، باين حتى هو الروب بتاعه ولبس البيت والسبحه في ايده، ونازل بيحاول يقنع الشباب يعني ان هم يعدوا الطريق ويمشي حركه المرور، ونزل يساهم معاهم في ان هو يمشي حركه المرور يعني. دي ده طبعا نقل من الصور، المصابين ولا دي ايه؟ من الصور بقى من احداث شارع محمد محمود، المصابين وهم بيحاولوا ينقذوهم بالموتوسيكلات. هنا الاشتباكات اللي ما بين الامن والشعب. والمتظاهرين والعنف. دي يمكن برضو من اللقطات يعني الواحد وهو بيصور بيحس انه هل هو هيضربك؟ هو مركز معايا قوي، وحاسس انه عينه في عيني شويه، خلاص ايوه. بينشل العيله، بس ربنا ستر الحمد لله وخدت اللقطه واتدريت وجريت طبعا. بسرعه. الحمد لله. برضه هنا الاشتباكات اللي حصلت في الشارع، هنا يمكن حتى باين اللي على الشمال دوت وهو بطلقه طالعه من البندقيه يعني. هي الحمد لله يعني كان استاذ مجدي فعلا صور معبره جدا، وان شاء الله تبقى يعني البلد ما يبقاش فيها احداث يا رب يعني يا رب ان تؤدي شاء ان شاء الله الله يا رب لاصابتك ان شاء مره الله. تانية شوف تمام، واصابه ومش زملائك هنزعل ان احنا مش هنصور اي ساعتها حد من الشعب ان المصري شاء الله طبعا. حاجة. ان شاء الله باذن الله. ميرسي شكرا، لحضرتك نهارك وشكرا سعيد، لوجودك شكرا، معانا ونهارك سعيد. شكل حضرتك نهارك سعيد. مشاهدينا لسه مكملين معاكم فقرات نهارك سعيد.